ومعنا الان مريم ميخائيل دايركتور اوف بي ار لشركه جريت ماينز. اهلا بيك معنا النهارده. اهلا كريستينا. مريم طبعا انت شايفه ان احنا النهارده بالموفي بريمير لفيلم ترمينيتور من داخل ريل سينما. كلمينا النهارده اليوم الثاني لمنتدى سينما الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبنحضر الموفي بريمير لفيلم ترمينيتور، فكلمينا شويه عن الفعاليه وعن التنظيمات. احنا طبعا سعداء اولا بوجودكم بوجود القاهره والناس معانا من اول المنتدى، منتدى سينما الشرق الاوسط وشمال افريقيا. انا شايفه يعني جريت ماينز عامله يعني مجهود اكثر من رائع في التنظيمات والتنسيقات والترتيبات، كلمينا شويه ازاي قدرتوا ان انتوا يعني اخذ منكم وقت قد ايه المجهود والتعب اللي انتوا عملتوه عشان تقدروا تغطوا على افتتاح او البريمير لاربع افلام او خمس افلام اعتقد بالمنتدى. أخذ سنة. إحنا بدأنا نشتغل على محتوى مينا سينما فورم 2019 من أول آخر يوم في مينا سينما فورم 2018، لأن الريسبونس على المنتدى السنة اللي فاتت كان رائع، الناس كانت سعيدة باللي شافوه. المنتدى بيتميز عن كل الفعاليات اللي بتتكلم عن صناعة السينما فإنه بيشمل جميع جوانب صناعة السينما، من صناعة المحتوى لإنشاءات لتصاميم لتقنيات للتوزيع. المنتدى السنة دي بيجمع كبرى شركات الأوبريتورز مشغلين دور العرض السينمائي من دول الخليج وعالميا، فعشان كده المنتدى بيجذب اهتمام قطاعات كتير، يعني حتى التكنولوجي حتى الاستثمارات حتى الابداع والكرياتيفيتي. المنتدى الحقيقه السنه الجايه هيكون اكبر واكبر وهنستناكم.